نشر المحامي أحمد أبو العلا ماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع رجب السوركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور من محبسه مع بعض أفراد أسرته. كانت جهات التحقيق قد وجهت اتهامات للمتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعات بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. وكشفت التحريات الأمنية أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم. وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها ودورهم فيها والمهام المكلفين بها وحجم قواعد الجماعة وانتشارها والمسؤولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية. وأصدرت جهات التحقيق قرار بالتحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر. وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحي محمد عبد الحكيم السوركي من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المباعة بالمحلات وذلك في أولى جلسات المحاكمة. وفي عام 2002 عاقبت المحكمة السوركي بالحبس لمدة 7 سنوات بتهمة الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003. وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال السيد رجب السوركي مالك سلسلة التوحيد والنور 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.